عايد بناتي والوالدة والوالد والأصدقاء والزملاء، كل الأقارب والأحبة يعني إن شاء الله. والدي ووالدتي في مصر، أحب أعيد عليهم، ويا ريت يفضلوا دايما يدعوا لي. هو الواحد عايش بدعواتهم دايما. كل عام وانتم بخير. والدي طال عمرك، امي وابوي. اول شيء عيد امي وابوي واقول لهم كل عام وانتم بخير، وبعدين اخواني الله يخليكم لي، ونهني الامه العربيه والاسلاميه، ويا رب نتمنى ان كورونا يزول ونرجع زي ما احنا الان واحسن ان شاء الله وزي قبل. كل عام وانتم بخير جميعا. اول شيء الملك سلمان الله يطول في عمره، وولي العهد، والشعب السعودي، والامه العربيه ان شاء الله.